وللتعليق والحديث حول هذا الموضوع التحقوا بنا هاتفيا المتحدث الرسمي بمركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة المقدم عبد الله بغدادي. أهلا بك مقدم عبد الله معنا على التاسعة ومساء الخير. في مركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة هل تريدكم بلاغات يعني عن المخالفين يعني فيما يتعلق بأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود؟ يا أهلا وسهلا أستاذ محمد وجميع المشاهدين والمشاهدات. مركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة التابع للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية هو بلا شك مشارك في حملة وطن بلا مخالف، والتي تهدف أن يكون الوطن بلا مخالفين وأن يكون الأشخاص المتواجدين على أراضي المملكة نظاميين وأوضاعهم صحيحة. نعود لمستهل سؤالك أستاذ محمد فيما يخص البلاغات. نتلقى في المركز جميع البلاغات أمنية، استفسارية، إنسانية وغيرها، وبلا شك البلاغات الخاصة بالمخالفين سواء من المواطنين أو المقيمين بوعيهم والحس الأمني من باب المسؤولية الجماعية وله الأثر الإيجابي المثمر وسبب رئيسي في نجاح الحملة الأمنية المشتركة وتحقيق أهداف حملة وطن بلا مخالف. ونؤكد حذرت وزارة الداخلية بعقوبات لمخالفين نظام الإقامة وأمن الحدود والتي تصل إلى السجن مدة 15 عام وغرامة تصل إلى 1,000,000 ريال ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء مع التشهير به، وهي من كما يعلم الجميع من الجرائم الكبرى المخلة بالشرف والأمانة والموجبة للتوقيف. وهناك جهود متواصلة ومتتالية لتحقيق هذا الهدف ولا مكان للعبث. نعم مقدم عبد الله، كيف طريقة تعاملكم أنتم في مركز البلاغات أو المركز الموحد 911 فيما يتعلق بالبلاغات التي تردكم في هذا الشأن بالتحديد؟ جميل، المركز يخدم جميع شرائح المجتمع من خلال استقبال كافة الاتصالات عبر الرقم 911 في منطقتي مكة المكرمة والرياض وإحالتها للجهات ذات العلاقة حسب الاختصاص. أيضا لا يتوقف الأمر على استقبال المكالمة وترحيلها، ولكن هناك نقوم بالمتابعة وضبط الجودة وأتمتة كافة الخدمات التي نقدمها للمستفيدين من خلال نظام تقني وكادر بشري مؤهل تأهيلا أمنيا وتقنيا للتعامل مع كافة المكالمات. ثم نقوم بقياس مستوى الخدمات بشكل دوري منظم لكافة البلاغات بواسطة فريق مختص وأنظمة تقنية تمكن من استخراج مؤشرات وتقارير تحليلية لقياس جودة المكالمات وأداء العاملين. أيضا المركز يحرص على مواكبة تطلعات المستفيدين من رقم الطوارئ 911، حيث يتم إرسال رسالة نصية تصل لهاتف المبلغ لتقييم مستوى الخدمة. ختاما ليكن دوما المتصل دائما على ثقة أننا نضع أمنه وسلامته أولوية قصوى، ونؤكد على الجميع سرعة الإبلاغ عن أي حالات لمخالفين نظامي الإقامة ومن الحدود بالاتصال على الرقم 911 لمنطقتي مكة المكرمة والرياض و999 في جميع مناطق المملكة. شكرا جزيلا لك المقدم عبد الله بغدادي، كنت معنا من مكة المكرمة.